قفز بطل السباحة شافارش كارابيتيان ببحيرة بموسكو بعد ما شاف إنه في سفينة عم تغرق فيها 92 سائح. بيغطس، بيكسر الزجاج الخلفي للسفينة وبيقدر إنه يخلص 20 شخص. إنما توقف بعد محاولته 30 للغطس وفقد الوعي. هالشي تسبب له بتلوث بالدم وتلف بريته. ولما عملوا معه مقابلة سألوه عن تضحيته يلي قام فيها، قال كان في عتم كتير وأنا وعم حاول خلص الناس سحبت مقعد من السفينة، افتكرته راكب ودمعوا عيونه وقال خلصت مقعد بدل ما خلص إنسان. وبيقول بعده هالمقعد عم بيطردني كل يوم بأحلامي، كنت قادر إني خلص إنسان خلصت مقعد. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم قديش في ناس قاعدة على مقاعد محتاجة، محتاجة إنك تساعدها. عم تعرف تمد إيدك وتنشلها من يلي هي فيه؟ أو عم بتغلط مثل ما غلط شافارش وتخلص المقاعد وتنسى الأشخاص يلي عليها عم يطلبوا مساعدتك؟ والله معك.